صباح الخير عم الرئيس. صباح الفل يا عم حسان، ده انت اللي عمنا ورئيسنا كلنا يا عم حسان. الدكتور فرو بيقولك عايز 2 مورفين 20. الأوضة كام يا عم حسان؟ أوضة 3 أوضة 5. ماشي يا عم حسان، تجيب لي الفوارخ. حاضر يا ريس. وتأيدهم عندك في الدفتر يا عم حسان. حاضر يا ريس. الله يكرمك والنبي. خد يا عم حسان، هو بتحب احطهم لك في سرنجات واخد انا الفوارغ؟ لا لا يا ريس، لا ما تعطلش نفسك. طيب. شكرا. بس يا عم، من ساعة ما روح بيته ما نزلش تاني. جدع تسوقي، بس عايزك وراه زي دله، بس هو هيحس بيك. عيب يا جدع، اذا كان هو ظابط فاخوك ادهم صبري. راجل المستحيل. بس لحد كده شرب بقى، احسن اخر الليل يطلع لك جناحات وتقول لي بقيت صقر قريش. عرفني بقى يا عم اللي انت بقى عرفت اللي يخصك وعايز تزوحني بقى. امال ايه حكايه الظابط ده ابو سمره؟ علم عليا علامه كبيره قوي، ومش هرتاح غير لما اعلم عليه. علم على ظابط؟ مش واسع دي شويه يا ابو سمره؟ عايزك بس تعمل اللي عليك، بيروح فين؟ بيجي منين؟ عيلته وصحابه؟ معاه مشاكل مع مين؟ كله هتسوق. وعليك بايه ده كله؟ أكيد هنلاقي حاجة نعوره بيها منها، نخلص القديم والجديد. يا جماعة الحاجات طلعت غالية قوي، كنت عارفة إن هما غاليين بس مش للدرجات دي يعني. يا حبيبتي الدولار ولع كل حاجة، أنا قلت لك الكلام ده من زمان وأنتِ ما صدقتنيش. مش حالة أنا ما كنت محاسب في بنك ودي شغلتي. والله الواحد ما عارف يعمل إيه في النيلة الدولار ده. المهم يعني بعد كل ده لقيت اللي أنت عايزاه ولا لأ؟ آه بصراحة لقيت، بس غاليين قوي، والحاجات اللي على قد سؤال واضح. لقيت حاجة كويسة ولا لأ؟ هي مش قصدها يا سنين. انت اسكت خالص، لما اسالك تجاوب، كل. ها لقيت ولا لا؟ اه بصراحة لقيت. بكرة اديك فلوس تنزل تجيب اللي انت عايزاه. ايوه يا سنين بس. انا قلت ايه؟ خلاص ما تتقمص زعلان، عايز تقول ايه؟ كده الاتفاق اللي ما بيننا اتلخبط، وبعدين المهر اللي انا دفعته ما بقاش يكفي. يا ابني مهر ايه ومقدم ايه؟ انت بتشتري عربية؟ بعدين دي اختي الصغيرة وماليش غيرها، هجيب لها انا عايز انا حر. والله يا سنين مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجة، ما انت كمان اخويا. بس بقول لك ايه؟ لو زعلتها تشوف وش مني مش هتحبه، وانت كمان لو زعلتيه انت برضه هتشوف مني وش مش هتحبه. والله فريده وحشتني قوي. اتفضل يا معلم، 10 سرنجات اهم بالصحه والعافيه ان شاء الله، دول هيخلي المدمنين بتوعك يدخلوا كاس السوبر ان شاء الله. وانت يا استاذ زلط صعبت عليا والله، خد يا اخويا المزيد بتاعك اهو، مش عارف هنلاقيها منين ولا منين. الله ده حلوه قوي يا تكتره، حلوه قوي. ده بطعم ايه ده؟ يبقى بخ في بقك 3 مرات كل يوم وانت تعرف طعمه ايه يا استاذ زلطه. ماشي رش يا اخويا رش، ده انت عايز شركه المبيدات الواحد يكلمها تيجي ترشك كل يوم عشان الريحه دي. بقول لك ايه يا ابو خليل، مش شايف البضاعه دي قليله؟ قليله ازاي بس يا معلم؟ دول 20 سرنجه، 10 ترامادول و10 مورفين، عايز ايه تاني كل اسبوع اكتر من كده يعني؟ عشان ما حدش ياخد باله يا معلم. ماشي ماشي يا ابو خليل، وانا هفتح لك صفحه في دفتر التوريدات، واول ما تخلص اللي عليك هأبجك على طول. ولا تأبجني يا اخويا ولا أأبجك، احنا نخلص اللي علينا وكل واحد يروح لحاله يا عم، عندك 20 حقنه اهم، كل 10 مكتوب عليهم فيها ايه؟ سلام عليكم. يا باشا اشرب الشاي يا ابو خليل. يا عم لا شاي ولا قهوه، مش عايز اشرب حاجه انا يا معلم، مش عايز اشرب حاجه، عنده ضيوف، عازم نسيبي على العشاء. ماشي. على السلامه يا ابو خليل. ولا زلط. امر يا معلم. خد الحاجه دي وديها المعمل. عينيا يا معلم. بتاع ده حلو قوي يا معلم، حلو قوي البتاع ده، تجربه. وريني يا زلطه. سيبها لي انا اشيلها لك وروح انت. يلا. حسب الله ونعم. ايه الاخبار يا سليم؟ مبسوط معانا اليومين ثلاثه اللي قعدتهم هنا؟ والله يا باشا كله زي الفل. بس سعادتك كان في حاجه بصراحه مش فاهمها. خير؟ الواد اللي اسمه حماده تايسو. الواد الديلر ماله؟ الواد الديلر؟ وسعادتك عارف انه ديلر؟ طبعا. وانت عايز المنطقه كلها تبقى عارفه انه ديلر وانا رئيس المباحث ما اعرفش. جرايه سليم ولا بتاع بليله؟ لا باشا العفو ما اقصدش طبعا، بس سعادتك يعني ده ملوش ولا محضر عندنا في الاسم. الواد ده اصله حويط قوي وكبسنا على بيته كذا مره، لا لقيناه ولا لقينا المخدرات. بس ده معناه ان في حد من هنا بيبلغه؟ اه طبعا ليه عصافير. بص لي كده ليه يا عم؟ بكره لما تقدم هتفهم. يا باشا افهم ايه؟ افهم ان الاسم فيه شويه عصافير لشويه عيال مسجله؟ جرايه يا باشا، ده احنا اللي بنطير العصافير. هي اللعبه ماشيه كده، احنا نحط عصافير وعيون عند بتوع المخدرات وهم يحطوا عيون عندنا، هما مره يكسبوا واحنا مره نكسب،
ايوه سعادتك يعني ما حاولتوش تعرفوا مين اللي بيبلغه؟ افرض عرفت وجازيته حبسته ايه اللي هيحصل؟ يومين ثلاثة وهتلاقيه زارع واحد تاني هنا، ده إذا ما كانش فيه غيره أصلا. صح. طب سعادتك أنا بستأذنك يعني تسيب لي الموضوع ده شوية. طبعا اتفضل. بس نصيحة من أخوك، لو ما عرفتش توصل لحاجة ما تزعلش. قبل ما أمشي بس كنت عايز أسأل سعادتك على حاجة. اتفضل. زناتي. ماله زناتي بس؟ أنا عارف إن واد رزل وأنت مش بلعه. بس صدقني عشان تعرف تمشي أمورك هنا في الحتة المهببة دي، أنت محتاج واحد زي زناتي. أنا ما قلتلكش إنك توافق على أي حاجة غلط. بس ماشي أمورك معاه. فاهمني؟ والله ما عارف أدر فعلا. كانت ناقصاها آخر معاهم البحث الجديد ده. ما كلهم بيعملوا كده في الأول، وفي الآخر بيجوا على حجرة. خلصانة بالراحة. لا يا ياض. ده شكله حاططني في دماغه من أولها ابن الجزمة. العمل يا صاحبي. بشوقه بقى. اتعدل وربنا هداك انا بها. حب يقرفنا القرف مفيش اسهل منه. وبالاصول وبالورقه والقلم كمان. ايوه كده يا ملك. مش زنات اللي غلبوا ابن امبارح زي ده. خليها على الله. يلا المعالي يا سميحه قبل ما الاكل يبرد. يلا يا جماعه بسم الله. يلا يا اشرف. عايزك تاكل كده وما تتكسفش، انت عريس ولازم تتغذى. ما كانش له لزوم يعني يا عم ابراهيم تكلف نفسك الاكل ده كله يعني. يا سيدي تكلفه ايه واحنا هيجينا اعز منك؟ احنا خلاص يا استاذ اشرف بقينا اهل. وبعدين يعني ده انا بديك نور عيني ونور البيت ده كله. ها يا بنات انت عايزه كفته ولا كباب يا ملك؟ خدي يا حبيبتي الكفته اهي. خدي يا ماما، خدي يا ماما بسم الله يا ماما. وانت يا رؤية كفته ولا كباب؟ ما اسميش رؤية، اسمي رقية. ايوه صحيح رقية، ده انا نسيت ان انا اللي مسميكي. بسم الله ما شاء الله. خد يا رورو يلا حبيبي بالهنا والشفا يا ماما. يلا لقيتني ده كله. ها مش كنت انا عملت لكم لو قلت كده؟ ما اقوليها انت اللي تقولي. الحمد لله ربنا وكرمك ما شاء الله. الحمد لله. ازاي احكي لك بعدين؟ يلا يا جماعه بسم الله. بسم الله كل حبيبي كل رحيم. الو. ايوه ماما يا حبيبتي والله العظيم داخل على الصيدليه اهو هجيب الدواء واجي على طول. ايه اللي في جيبك ده يا علي؟ صور قبيحه يا ماشي معاك حاجه يا؟ لا يا فندم. تعال ارفعي عليه كده. ماشي يا باشا. انت اصلا ما ينفعش تخبي حاجه برفعك. ايه اللي في جيبك ده؟ معاك حاجه يا؟ معاك حاجه؟ بقول لك ايه؟ ما تناميش عشان انا محضر فيلم نتفرج عليه مع بعض. يلا ابويا. انت عمرك يا باشا هات الواد اللي بيتكلم في التليفون هناك ده. حصل. يلا بسرعه. يلا يا ابن اركب. يلا اخلص. يلا يلا شاهد. يلا 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 يا عم اطلع. يلا يلا سلام. تعالى كلم الضابط عايزك. في ايه؟ كلم الباشا عايزك. طب بالراحه. طيب في ايه؟ اهدى. طب ماشي مسكني جامد ليه؟ طيب تحت عمرك يا باشا. ايه يا ابني اللي موقفك في الضلمه؟ كنت بتكلم في التليفون. ايه بتكلم مين؟ مستني حد في المنطقه؟ تليفون شخصي. استغفر الله العظيم. ايه اللي على ظهرك دي؟ شنطه. ما انا عارف يا حبيبي ان الشنطه فيها ايه؟ فيها حاجات. حاجات. طب اهدى طيب بالراحه. على فكره اللي انت بتعمله ده مش قانوني. كنت بقى يروح امك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش. انا طالب في لسانس حقوق. انا ممكن اكون بفهم في القانون اكتر منك. اه ده انت كمان قليل الادب. انت اللي غلطت انا ما غلطتش فيك. ماشي. هات بطاقتك. ما نشوف بقى اخرتها. تمام يا باشا الشنطه ما فيهاش حاجه. انت طالب في حقوق فعلا. انا هكدب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ لا تمشي ايه؟ مش معنى ان انت طالب يعني تمشي. ما انت ممكن تبقى حرامي تاجر مخدرات بتشربها ارهابي لسه مش عارفين. طب ما انت فتشتني وما لقيتش حاجه. لما البطاقه دي شكلها مضروب. يعني ايه؟ يعني هناخدك على اسم معانا نشوف حكايتك ايه وتتعلم ازاي تتكلم مع الناس بقى. خد على البوكس ابويا. اللي انت بتعمله ده في يلا 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 مسافر يا رب. ادخل انت جوه سميحه مش عارف ده ايه؟ ممكن حد يكون تعبان ولا حاجة؟ ساتر
استقراضني يا ابراهيم. تبيع لي ادويه سك على انها مخدرات. لا معلم استقراضك ولا حاجه. دي فيها فيتامينات عشان تقوي المدمنين. تقوي المدمنين؟ ده انت ليلتك مش معديه يا ابراهيم. تعالى معايا. طيب انا بخش غير بدون بس. لا حلو كده محدش غريب. ونتحب لا يا معلم علي انا يلا يا زلطه. العيال بس عشان العيال. عامل باسورد للتليفون ليه؟ عشان لو خده حد غلس ما يعرفش يفتحه. افتحه. ومين بقى هايدي دي؟ صاحبتك ولا بنت شمال؟ اللي انت بتعمله ده مش قانوني. الحاجات اللي على الموبايل دي خصوصيات محميه بالقانون والدستور. دستور؟ انت عبيط ياض. ما تغلطش. انا ما عملتلكش حاجه عشان تكلمني كده. وحتى لو انا مجرم ما ينفعش تغلط فيا. اه. طب يا حبيبي طالما انت بقى مذاكر قانون كويس تعالى افهمك بالقانون انا ممكن اعمل فيك ايه. المنطقه دي يا حبيبي اللي انت قاعد فيها كلها تجار مخدرات وارهابيين. واحنا جالنا بقى بلاغ ان كل الناس اللي تيجي هنا طلاب جامعه اليومين دول. بس انا ساكن هنا. والعنوان عندك في البطاقه. ايه اللي ماشيك بالليل في الشارع؟ انا كنت نازل عشان انا حر. حر؟ اه حر. وبعدين ما تشغلوش بالكم بالناس اللي ماشيه في الشارع. ركزوا شويه مع الحراميه اللي سرقه البلد اللي انتوا عارفينهم اصلا بس ما بتتكلموش. اه صح انت صح. احنا لازم نركز مع الناس دي فعلا. بس حد بقى مركز معاهم ونمسكهم هتقعد معانا 24 ساعه عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم. مبسوط يا عم؟ ابو ايه؟ اه تعال خد النجم على الحجز. بس بقول لك ايه؟ محدش يقرب منه، ونبه على زناتي، محدش يلمسه، فاهم ولا لا؟ تحت امرك. يلا بيه اتفضل. هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول ضميرك مستريح فيهم؟ اه مستريح، يلا يا ابني. استغفر الله العظيم يا رب. فاكر نفسك ناصح؟ تحط لي شويه فيتامينات في السرنجات يا ابراهيم وتبيعهم لي على انهم مخدرات؟ انت كنت فاكر نفسك دكتور؟ انا البروفيسور يا معطف. اعمل ايه بس يا معلم؟ ما انت عارف ظروفي غصب عني والله. ولا عايز ازعلك ولا عايز اتحبس. ما تشكليش همك. زي ما عملت دكر وجيت تستلف خليك راجل وسد اللي عليك. يا الحقن يا الفلوس. بس يا معلم حقك عليا. هتصرف لك في سرنجات. لا انا مش هاخد منك سرنجات تاني يا ابراهيم. خلاص الثقه اللي بيني وبينك اتشرخت. يعني يا معلم الكلام ده؟ يعني انا عايز حقن سليمه بعلبتها ومن مصنعها ومكتوب عليها اللي جواها. ازاي بس يا معلم؟ دي عهد؟ عهدة والله؟ ماليش فيه. ده شغلك بقى وانت تخلصه بمعرفتك. مش على اخر الزمن واحد نصاب زيك يخلي الناس تقول المعلم الطابق بيغش بضاعته. انا راجل سمعتي زي الالماس. ومات الكلام يا ابراهيم. يومين اتنين يا الحقن يا هتشوف مين اللي هيزعلك. يا ابني يا ابني خش اطمن عليه اعرف انه كويس بس. يا ستي مش عايزين مشاكل الله لا يسيئك. هو جوه في الحجز دلوقتي والله كويس. طب دخلني للظابط اللي خده استسمحه ويطلعه. الواد غلبان ويتيم. والله يا حاج لو ينفع انا كنت دخلتك بس هو ما بياكلش معاك الكلام ده. وبعدين سليم باشا نايم جوه انا لو دخلت صحيته هيطين عيشتي انا واللي جابوني.
اتكل على الله انت دلوقتي وتعالي له بكره الصبح. اتكل على الله فين؟ اروح اروح واسيب اللي طلعت بيه من الدنيا، هو انا عندي غيره؟ يا ست يا ست الله لا يسيئك، ما تخلينيش اندم ان انا خدت وديت معاكي في الكلام، احنا غلابه زي بعض برضه. طيب تبشر عليا. بس يا حاجه انت لو شفت له واسطه هم هيخربوها على طول. واسطه؟ واسطه منين ده؟ احنا غلابه ما بنعرفش حد. واسطه يا حاجه؟ يا حاجه انا اللي اعرفه قلتهولك، بالله عليك اعتبريني زي ابنك بقى، اتكل انت على الله دلوقتي عشان خاطر انا ما اتاذيش بسببك. طيب استغفر الله العظيم. يلا يا اخويا يلا علشان انت كلك لوم. مفيش نفس يا سميحة. والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى، شكلها اضطر بعيد على دماغي من كل ناحية. لا يا اخويا ما تقولش كده. أمال قولي بس يا سميحة، دين ومديونين، سلف واستلفنا من طوب الأرض، صيغتك وبعتيها، هنجيب فلوس منين تاني؟ نعمل زي ما عملنا قبل كده. ازاي بس يا سميحة؟ نعمل ايه؟ اشتري أجهزة كهربائية بالقسط تاني ونبيعها محروقة. مفيش عليك تاني. محدش هيرضى يدينا أي حاجة بالقسط تاني طالما ما سددناش الدين القديم اللي علينا. ما تقفلهاش في وشنا بقى يا ابراهيم. حاول انت يا اخويا بس. هنعمل ايه؟ هنستناك يعني لما تدخل السجن؟ ولا الضبع يسلط رجالته عليك يموتوك؟ يا ريته يعمل كده ويخلصني من الهم ده. هتشر عليك. تف من بقك. كل حاجه هتتحل وهتبقى زي الفل. بس انت قول يا رب. يا رب. يا رب فك زنقتنا يا رب. يا رب. بس انا اعمل ايه نفسي؟ يا راجل وهت هتتفك، خد بقى كل بقى. والله ما مصبرنا على الدنيا دي يا سميحه، حنيتك دي حطيت الجبنه فين يا سميحه؟